بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم. مستقبل الوطن في هذه الحلقة يناقش ترتيبات الرئاسة والحكومة وجهود السلطة المحلية لعودة مؤسسات الدولة. ما الترتيبات التي تبذلها الرئاسة والحكومة لإعادة تأهيل المنشآت الحكومية والخدمية؟ وكيف ساهم التحالف في إعادة التأهيل والإعمار في المناطق المحررة؟ وهل صار الوضع مناسبا لعودة قريبة للشرعية؟ هذه الأسئلة أناقشها وأطرحها على مجموعة من الضيوف سيكونون معي تباعا عبر الهاتف، لكن قبل ذلك وهذا نأخذ أولا هذا التقرير. عادت عدن فعادت اليمن، هكذا تبدو المعادلة على الأرض في ظل هزائم متلاحقة تتكبدها ميليشيا الانقلابيين منذ تحرير عدن. وفيما تشير الانسحابات المتوالية للحوثيين وانفراط عقد الانقلابيين إلى سقوط نهائي لا رجعة فيه للانقلاب، تشير الترتيبات الجارية لعودة كامل الحكومة إلى عودة كاملة ودائمة لشرعية حاول الانقلاب أن يلغيها، فكان نصيب الانقلاب الإلغاء ونصيب الشرعية العودة والبقاء. ترتيبات عودة الشرعية تجري على أكثر من مسار، وفيما يبقى مسار المقاومة هو أوسع المسارات وأسبقها والمهيئة لما بعده، تأتي ترتيبات المسارات الأخرى لتبدأ أيضا من عدن منطلق التحرير الأول. فمن عدن تمد اليمن يديها مرة أخرى لتصافح العالم الخارجي عبر الميناء والمطار، بعد أن أوشك الإماميون الجدد أن يعيدوا اليمن إلى إمامة تنزوي على نفسها وتحكم قبضتها على اليمن، فلا يجد متنفسا سوى في نافذة وحيدة، نافذة طهران. الترتيبات الجارية في عدن لم تقتصر على الميناء والمطار فقط كمتنفس لمن في الداخل ووسيلة لإيصال مساعدات الخارج، فالأمن كان له نصيبه من ترتيبات العودة، حيث تم مد أجهزة الأمن بسيارات ومعدات تضمن سهولة إحكام رجال الأمن لسيطرتهم على وضع ما بعد دحر الانقلابيين، وهو وضع سيحاول المهزوم خلاله أن يصطاد في الماء العكر، بل سيحاول بالتأكيد أن يعكر كل صاف انتقاما لهزيمته. تذهب ترتيبات المقاومة إذن على مسار التقدم باتجاه الشمال حيث مركز الانقلاب ومصدره، غير أن الأرض التي تتحرر تجري فيها ترتيبات أخرى، ترتيبات لتطبيع وضع ما بعد هزيمة الانقلابيين، وهي ترتيبات قد تكون عدن خطت فيها خطوات متقدمة، غير أن بقية المناطق المحررة أيضا تخطو ذات الخطوات، حيث تعيد المقاومة فتح أقسام الشرطة لتعود الحياة إلى طبيعتها ولتجد المناطق المحررة متنفسا من أمن، وفيما تتقدم المقاومة لتمنح بقية المناطق متنفس حرية تستمر إجراءات وترتيبات عودة الشرعية. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير ولمناقشة هذا الموضوع أكثر. أرحب بضيفي عبر الهاتف مختار الرحبي السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية. أهلا وسهلا أستاذ مختار. اهلا وسهلا بك يا اخي العزيز وبالمشاركين وبالمشاهدين الكرام جميعا. مرحبا فيك استاذ مختار. فيما يتعلق بتصريح لك تدويل قبل ساعات عن احتماليه عوده مرتقبه لرئيس الجمهوريه، هل معنى ذلك ان الارضيه التي سيطأ الرئيس عبد الرب منصور هادي قدمه فيها ممكن نقول انها بدات تتشكل في عدن؟ بالتاكيد انه بعد زياره نائب رئيس الجمهوريه الى عدن وتطبيع الحياة بشكل شبه كامل وعودة العمل في الميناء وكذلك في مطار عدن الدولي ونشر قوات لحفظ الأمن في مدينة عدن، بالتالي نتوقع أن يكون هناك زيارة لرئيس الجمهورية وكذلك لقيادات الدولة وكذلك لمجلس الوزراء أن ينعقد في مدينة عدن خلال الأيام القادمة. إذن نحن أمام زيارة مرتقبة خلال الأيام القادمة، يعني هي توقع أن يقوم رئيس الجمهورية بعد زيارة نائب رئيس الجمهورية أن يقوم بزيارة لعلها في الأيام القادمة بعد أن يتم تطبيع الحياة بشكل كامل وتأمين المنطقة من جميع الجهات، ونحن الآن نعيش في لحظات انتصار في الثلاث المحافظات وهي محافظة عدن ولحج وأبيان في طريقها إلى التحرر، بالتالي من المتوقع أن تكون زيارة رئيس الجمهورية متواكبة مع هذه الانتصارات التي يتم تحقيقها في الشمال وكذلك في الجنوب. الحكومة وأيضا الرئاسة وكذلك السلطة المحلية بلا شك لديها جهود تتعلق بإعادة تطبيع الحياة وترتيب المؤسسات، هل لديك أيضا نقاط يمكن الإشارة إليها في هذا الخصوص؟ نعم، الجميع يعرف أن الاحتلال الحوثي لمدينة عدن كانت عواقبه وخيمة على السلطة وعلى السلطة المحلية وعلى مكاتب الدولة وعلى مؤسسات الدولة بشكل عام، ولكن
هناك السلطة المحلية بقيادة المحافظ نايف البكري والسلطة المحلية، وكذلك بوجود مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مارن في مدينة عدن، يقومون بعمل مكثف خلال الفترة الماضية وخلال هذه الأيام لإعادة عجلة عمل الحكومة إلى مدينة عدن، وكذلك افتتاح مؤسسات الدولة وعودة الدوام الرسمي إليها. وأعتقد أن في كثير من المديريات في مدينة عدن قد بدأت الحكومة للعودة، وبدأت مكاتب الحكومة للعودة، وبدأت الحياة تعود تدريجيا إليها، خصوصا أننا نعرف أن الخدمات الأساسية كانت منعدمة في ظل وجود الاحتلال الحوثي لها، لا كهرباء لا مياه، حتى الأقساط الصحي غير متواجد في هذه المناطق. ولكن السلطة المحلية تعمل على قدم وساق بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، حيث وصلت أكثر من 6 طائرات سعودية وكذلك طائرات إماراتية وطائرة قطرية إلى مدينة عدن، وهي تحمل مساعدات إنسانية وكذلك مساعدات لوجستية وتجهيزات لبعض المكاتب الحكومة. وعادت الكهرباء إلى أجزاء كثيرة من كريتر وبعض المديريات الأخرى، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم التأجيل بإعادة كافة الخدمات الأساسية إلى محافظة عدن. نعم. لتكون منطلق لإدارة الدولة منها، وأيضا لتحرير ذات المناطق، وستكون قيادة في مدينة عدن لتحرير كافة أجزاء المناطق وكل شبر من أراضي اليمن السعيد. في إطار التجهيزات والترتيبات، يبقى الملف الأمني أيضا مهما، ولذلك يبدو أيضا أن هناك استعدادات كما يقال ترتيب الوضع الداخلية، أو بمعنى أصح الشرطة في عدن، ليكون نموذجا أيضا يمكن تعميمه على بقية المحافظات. ماذا عن هذه النقطة؟ نعم، بالتأكيد وصلت أمس مجموعة كبيرة من السيارات التي سيتم تخصيصها لرجال الأمن في مدينة عدن. تم نشر مجموعة، أو أستطيع أقول أنه آلاف من الجنود في مدينة عدن لحماية مدينة عدن، لحماية الأمن الداخلي. بالتأكيد ستكون مدينة عدن نواة نموذجية في الجانب الأمني وكذلك في الجانب التنموي. ستكون هذه النواة سيتم تعميمها على باقي المحافظات وباقي الأقاليم في اليمن. وبالتأكيد أن مدينة عدن بدأ العمل على تجهيز قوة لحفظ الأمن الداخلي، وهناك تجهيزات لهذه القوة وتدريبات مكثفة من قبل قيادات من قيادة التحالف، بعض الضباط وبعض القيادات العسكرية متواجدين في مدينة عدن للتدريب والتأهيل وتسليم الأمن الداخلي لهم خلال الفترة القادمة. ستبقى معي أستاذ مختار. أنتقل إلى الصحفي أنيس منصور معنا الآن. أهلا أستاذ أنيس، يا مرحبا فيك. أهلا وسهلا بكم أخي. أستاذ أنيس، فيما يتعلق بالترتيبات والتجهيزات التي تقوم على قدم وساق في محافظة عدن، واللي يمكن أيضا الاعتماد عليها عند عودة الحكومة، تدولت أيضا مجموعة من الصور يقال أنها لسيارات شرطة حديثة تم إنزالها من قبل التحالف على المدينة لتطبيع الأمن وتأمين المنطقة أو المحافظة. إلى أي مدى هذه المعلومات صحيحة من خلال متابعتك؟ طبعا أخي، هي معلومات مؤكدة. أنا أبشرك يعني أنه 4 شركات طيران خليجية ستبدأ بفتح أولا مكاتب لها في مدينة عدن. هناك معدات وصلت من الإمارات بشأن موضوع الكهرباء، مولدات وبعضها أيضا يعني في إجراء كثير من بشأن موضوع الكهرباء وبشأن أيضا موضوع المياه. وصلت أيضا معدات وقطع غيار خاصة بهذه بشأن عدن الانتشار الوضع الخدمي. هناك أيضا سيارات، نعم وصلت عدد كبير من السيارات بشأن موضوع محافظة عدن وتأمينها لأقسام الشرطة. هذه أيضا لن تنتهي في عدن، لكن ستشمل أيضا كل المحافظات المحررة حاليا. يعني محافظة الضالع اعتقد أن تكون محررة، سيتم توصيل أيضا جزء من هذه المعدات إلى محافظة. باختصار هي الإقليم عدن يشمل 4 محافظات، وهناك أيضا مركز الملك سلمان أبدأ استعداده للوضع، استمرار الوضع الدعم الإنساني بما فيها موضوع الجانب الخدمي، الجانب انتشار الوضع الحالي. هناك أيضا عملية صرف الرواتب الموظفين، يتم تدارس الموضوع ووضع كشوفات بشأن
صرف الرواتب، وهذه ايضا معلومه لكم انتم بل تنفرد بها لكم يعني في سويد، سيتم ايضا صرف رواتب لموظفي الدوله. بدات الحياه تعود تدريجيا من قبل الحكومه، طبعا من قبل الحكومه الشرعيه باختصار، هي من قبل الحكومه الشرعيه. الموظفين في عدن ام في الاقليم ام في والله لا يوجد لدي تفصيل، لكن ان يكون الرواتب موقفه اصلا من عدن، يعني الان الموظفين في تعز استلموا رواتبهم في بعض المحافظات الحديده، لكن يكاد موظفي كثير من موظفي قطاعات الدوله في عدن ولاحق وابين لم يستلموا رواتبهم للشهر الثالث. اذا ستبقى معي استاذ انيس. ايضا ارحب بالدكتور عبد الرقيب سيف فتح الدبعي وزير الاداره المحليه معنا من عدن. تحيه لك دكتور عبد الرقيب. في اطار جهود وزاره الاداره المحليه في ترتيب وتطبيع الاوضاع من اجل عوده كامله للشرعيه، حدثنا عن هذا الموضوع. دكتور عبد الرقيب انت معي؟ طيب اعود الى الاستاذ مختار الرحبي. الوزراء كما هو متابع يذهبون ويعودون، لكن ربما كيف تنظر الى الجهود المبذوله؟ هل هي كافيه في حجم او امام ذلك الحجم الكبير من الدمار؟ طبعا الجهود هي جهود تكامليه بين الوزراء وبين السلطه المحليه، ولكن حجم الدمار هائل جدا في مدينه عدن. مدينه عدن اصبحت في فتره من الفترات القليله الماضيه مدينه اشباح. لم يتوقف الان الامر حتى عند مدينه عدن، انضافت اليها الان مجموعه من المدن والمحافظات المحرره، الضالع، لاحج، ابين وتعز، ايضا ستكون المساله اكبر ربما. نعم بالتاكيد ان المسؤوليه كبيره، والجهود ستكون لن تنحصر في مدينه عدن والضالع وفي المدن الجنوبيه المتحرره، ولكن الانظار تتجه الى كل المحافظات، ونحن نرى ونسمع خلال الساعات الماضيه سقوط وتهاوي ميليشيا الحوثي في مديريه محافظه إب، وكذلك في بعض المناطق في مدينه تعز ومارب وكل المناطق. بالتالي ستكون الجهود كبيره، ومطلوب من الحكومه، حكومه الكفاءات الوطنيه برئاسه المهندس خالد محفوظ ضحاح، وبجهود جميع الوزراء ان تكون هناك جهود كبيره وجباره، خصوصا ان دول التحالف العربي تلتقط الى جوارنا في اعاده التاهيل وفي اعاده الخدمات الاساسيه الى المحافظات المحرره، وبدعمنا حتى تعود الدوله الى ما كانت عليه، ونستطيع ان نقف على ارجلنا وبناء دوله حديثه، بناء دوله اليمن الاتحاديه الجديد، بتعاون الجميع، بتعاون الوزراء، بتعاون المواطنين، وسنبني اليمن الاتحادي الجديد بالتاكيد، وليس لن يكون بيننا اصحاب المشاريع الصغيره والمشاريع العنصريه والسلاليه التي خلال ستة اشهر فقط او سبعة اشهر عادت اليمن وعادتنا الى الوراء عشرات السنين. فكان من المفترض ان نبني اليمن الحديث، ولكن للاسف الشديد عدنا للدفاع عن ثوره 26 سبتمبر و14 اكتوبر، وهذه بفعل الحركه العنصريه التي دخلت علينا ودمرت كل شيء جميل في البلد. لكن اصحاب المشاريع الصغيره لعلها تملأ او تحل في اي فراغ يمكن ان يترك. وهنا انتقل الاستاذ انيس منصور بخصوص ملء الفراغات التي يتم إيجادها نظرا لانسحاب الميليشيات وحلول السلطة الشرعية والجيش الشرعي والمقاومة. المسألة تحتاج إلى ترتيب أيضا، كيف هي الترتيبات على الأقل أو في المحافظات التي تم تحريرها مؤخرا؟ أخي يعني أنا أقول لك هذه هي نقطة، سؤال مهم جدا موضوع الترتيبات. أظن أن قرار الرئيس عبد الرب منصور هادي دمج المقاومه بالجيش الوطني كان قرارا صائبا، قرارا يندرج ضمن هذا الاطار، اضافه الى ذلك وجود قوات التحالف واشرافها على المنطقه وعلى المناطق المحرره، ونوعا من انواع الاستتاب المنطقه، واعلان انها تحت خاضعه تحت الشرعيه تحت هذه باشراف الرئيس عبد الرب منصور هادي. العمليات اليوم الوصول المعدات والآليات العسكرية بما فيها إعادة تأهيل مطار عدن، إعادة تأهيل الشرط، وصول سيارات خاص بالشرط، هذا أيضا يعيد استتاب دولة الأمن لوجود الدولة بكل ما عنيها. صحيح أن هناك مشاريع صغيرة تحاول أن تقفز، لكن ما لهذه المشاريع الصغيرة
لاعب فقد ان الشعب اليمني او الشعب حتى في المناطق المحرره يسمح له اليوم الناس لن يسمح له بذلك. نعم لكن ايضا تبقى هناك مهمه على السلطه المحليه وعلى الوزراء وعلى الوزارات ايضا لابد من سرعه تغطيه هذا الجانب. دعني فقط ارحب وقد عاد الي الدكتور عبد الرقيب سيف فتح الدبعي وزير الاداره المحليه. اهلا وسهلا دكتور عبد الرقيب. حفظكم الله وان شاء الله يمسك معنا الخط ونتكلم نحن وياك. ايضا حدثنا عن دور الاداره المحليه. الصوت غير واضح يا اخي، انا في مكان الشبكه السيئه في عدن. انت تسمعني الان جيدا؟ لا اسمع شيء معذره. اذا كنت تسمع حتى شيء من حديثي ساضع لك السؤال وتحدث. لا اسمع، الصوت مقطع جدا. انا في الشبكه السيئه داخل المحافظه ضربت معظم الخطوط. دكتور عبد الرقيب، اذا سمعت سؤالي على الاقل ترتيبات المحافظه والوزارات في تطبيع الوضع واعاده الامور الى نصابها وتمهيد وترتيب الجوانب المختلفه لعوده الحكومه، حدثنا عن هذا الامر، نحن نسمعك بوضوح. شكرا جزيلا. انا اليوم في عدن والتقيت بالسلطه المحليه ونقول بمجموعه من الاجراءات التنظيميه فيما يتعلق باداء السلطه المحليه، الى جانب ايضا ايجاد بيئه ملائمه لاداء الحكومه لمهامها في الفتره القريبه العاجله. الاهم من هذا اعتقد ان اليوم اللي حدث هناك دمار شامل ومسؤوليه كبيره تتحملها الحكومه فيما يتعلق باعاده الاعمار. اليوم انا زرت ايضا محافظه لاحق، هناك اقدر اقول كارثه حقيقيه في مديريه الحوطه. هذا ارجو ان نركز عليه اعلاميا اليوم قبل اي شيء. هناك كارثه حقيقيه يتحمل مسؤوليتها الانقلابيون، هناك ضرب للبنى التحتيه في محافظه عدن. السياحه بكل مقوماتها ضربت، كل الفنادق الموجوده في خرمتشر الموجوده في درساد تم ضربها بشكل ممنهج وحاقد. اليوم اربع مديريات كما اوضح في كثير من المقابلات كنت اقول هذا الكلام وانا عن بعد، انا اليوم جيت ست مديريات في محافظه عدن البنيه التحتيه والاقتصاديه لها مضروبه، هناك كارثه انسانيه حقيقيه. تحملنا كحكومة تفاقات المسؤولية وطبعا من قام بهذا العمل الإجرامي تحت طائلة القانون، ولن يرحم التاريخ ما قاموا به في محافظة عدن أو في تعز أو اليوم ما شاهدناه للأسف الشديد في محافظة لحج. بعد مدينة الحوطة 90% من البنية التحتية مضروبة، مباني الحكومة كلها السلطة المحلية نهبت، الاتصالات مضروبة، الكهرباء مضروبة. اليوم تعيش محافظة لحج وعاصمة محافظة لحج حالة إنسانية عند العجبين التاريخ. لا ندري ماذا ارتكبت هذه المحافظات المسالمة وهذا الحقد الذي شاهدته اليوم بأم عيني، لكن الشيء المطمئن وجدت إصرار على إعادة البناء وإعادة الإعمار بصورة إيجابية من قبل رجال المقاومة ومن قبل رجال الجيش الوطني ومن كل مواطني عدن ولحج. دكتور عبد الرقيب، فيما يتعلق ايضا بتكشف الحجم الهائل الذي اشرت اليه من الدمار يوما بعد يوم، يبقى الملف الامني ايضا مهما، كيف تترتب الامور في اطار المديريه وفي اطار المحافظه في هذا الوضع؟ اتخذ العزيز قرار رئيس الجمهوريه بالحاق قوى المقاومه بالجيش الوطني، وهذا سيؤسس لاساس حقيقي لجيش وطني مبني على اسس وطنيه واسس ولاء لله وولاء للوطن قبل ان يكون ولاء الحاكم. هذا القرار اليوم انا التقيت برجال المقاومه في لحج، كان هناك ارتياح كبير جدا لهذا القرار، وهناك اليوم خطوات تنظيميه اداريه حقيقيه، هناك استمارات يتم توزيعها، هناك بيانات يتم اعدادها، هناك منهج وطني واعداد جيش وطني حقيقي. اخي العزيز، انا احب ان اقول اليوم ايضا في حاجه عبر قناه سهيل، تم ارسال 127 جريح من جرحى المقاومه الى الاردن بجهود حكومه الكفاءات. ال 127 كانوا موجودين في حاله يرسى لها، تم اختيار الحالات الحرجه وان شاء الله ايضا تستمر الرحلات لنقل الجرحى، وايضا تم ايصال اليوم 8 قاطرات الى محافظه لحج للحوطه.
من النظام الذي قام بتدشين هذه الحملة مع محافظ لاحق. أبيان يا دكتور عبد الرقيب، وأختم معك في هذا السؤال، أبيان تعيش مرحلة التحرر الكامل، المحافظة أيضا محافظة الضالع تحررت اليوم بالكامل، أي جهود تحتاجها هذه المحافظات من أجل استتباب الوضع وإعادة الخدمات؟ أخي العزيز، أنا أولا أدعو كل الإعلاميين أن يأتوا إلى المحافظات المحررة حتى يروا حجم الكارثة التي حلت بهذه المحافظات وحجم المسؤولية التي تقع على من سيتحمل المسؤولية، بالذات حكومة الكفاءات. مهما تكلمنا نظريا أخي العزيز، أنا اليوم شاهدت دمار ممنهج بشارع متكامل في دير سعد، يسمى شارع سعد صنعاء. يعني هذا الشارع تم ضربه بشكل منظم وبشكل حاقد، هناك تدمير حقيقي كما أوضحت. هذه القضية تحملنا مسؤولية كبيرة لإعادة الإعمار، نحتاج إلى أموال، وأنا أدعو من خلال قناة سهيل الرأس المال الوطني بالدرجة الأولى لكي يسهم بهذه القضية، وأدعو دول الخليج وبالذات مركز الملك سلمان لغرض المساعدة، والدول الخليج بصورة عامة الإمارات وقطر والكويت لتبني برنامج إعمار حقيقي لليمن. ما حدث عمليا في المحافظات يبكي أي إنسان، لا ندري ما هي الأسباب. أخي العزيز، دمرت البنية التحتية لمديريات بصورة تتجاوز 90%، التواهي دمرت، أمور كثيرة جدا داخلها. أخي العزيز، الحوطة من صدر إلى أن وصلنا الحوطة كلنا لنا الهول أخي العزيز اليوم، فلذلك المسؤولية كبيرة، ويجب إشراك كل الخيرين لإعادة البناء وإعادة الإعمار بصورة علمية وحقيقية. دكتور عبد الرقيب، طبعا نود أن تكون معنا إذا تحسن وأصبحت تسمعنا بوضوح ونأخذ ونعطي معك. أنا ما أسمع سؤالك بصورة جيدة أخي العزيز، قطع الكلام. إذن أنا أشكرك الدكتور عبد الرقيب سيف فتح الدبعي، وزير الإدارة المحلية، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، فيما يتعلق بما أشار إليه الدكتور وتضافر الجهود وتكاتف القدرات والجانب الطوعي أيضا، وخصوصا للمؤسسات والتجار ورؤوس الأموال، إلى أي دور يمكن أن يساهموا في تطبيع الأوضاع في المدن المتحررة وترتيبها وإعادة بعض الأشياء المتعلقة ب أو التي تمكن السلطة أولا بالعودة إلى المدن؟ نعم، أولا ما يجب أن نعرفه أن هناك تجار ورؤوس أموال متواجدين في دول الخليج أعلنوا في بداية عاصفة الحزم أنهم مستعدون لدفع مليارات، يعني أحد التجار أعلن أنه مستعد أن يدفع 5 مليار ريال سعودي لدعم التنمية في اليمن. بالتالي نحن نوجه هنا من خلالك ومن خلال قناة سهيل جناة تجار اليمن المتواجدين في دول الخليج، رؤوس الأموال، الجاليات المتواجدة في دول الخليج، الشركات، المؤسسات، المنظمات، المجتمع الدولي والمحلي، أن تتضافر الجهود وأن تكون هناك فعاليات وأن تكون هناك دعم حقيقي للسلطة المحلية في مدينة عدن لعودة الأمن والأمان والاستقرار، وتدشين أعمال من داخل المدن المحررة، سواء من عدن أو من الضالع أو من أبين أو من كل المحافظات التي ستتحرر إن شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أننا نرى أن الميليشيا تتهاوى في كل المحافظات. اليوم وصلتني أخبار مؤكدة أن قيادات الحوثيين والمتعوثين في مدينة إب فروا وأغلقوا جوالاتهم، وأن المقاومة في كثير من المديريات في مديرية العدين والسبرة وكذلك الرضمة يحققون انتصارات ويتصدون للميليشيات الحوثية، وأن الميليشيات الحوثية أصبحت تفر من أمامهم. بالتالي الجميع أمام لحظات تاريخية فاصلة من تاريخ اليمن الحديث، يجب أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية والمحلية والخارجية لإعادة الأمن والأمان وإعادة استقرار اليمن، وإلى أن تعود الدولة إلى اليمن. نحن في الفترة القليلة الماضية أخي مختار افتقدنا إلى الدولة، يعني عصابة جاءت من الكوفة استولت على الدولة، فأصبحت هذه العصابة هي من تتحكم في إيرادات الدولة. أصبح لدينا في كل وزارة وفي كل مكتب من المكاتب وفي كل محافظة مندوب من هذه الميليشيات يتحكم بها كيفما يشاء، عاثوا في الأرض فسادا. قالوا أنهم عندما استولوا على الدولة في 2014 في مارس 2014 أنهم خرجوا ليحاربوا الفساد وإسقاط الدولة أو إسقاط الحكومة وإسقاط الجرعة، ولكنهم تبين أن كل القيادة الحوثية
تلطخت يدها بالفساد واصبحوا تجار في السوق السوداء للبترول والديزل والمشتقات النفطيه بشكل عام، حيث وصلت ال 20 اللتر البترول باكثر من 30,000 وهو كان سعره لا يتعدى 3,000 ريال. بالتالي نحن امام هذه العصابه التي تتهاوى وبحاجه ماسه الى اعاده الدوله، ونقوم جميعا تحت اطار هذه الدوله وفي حفظ الدوله في اطار نظام وقانون ودستور يحمي كل الاشخاص وكل الاحزاب وكل المنظمات في البلد في اطار دوله النظام والقانون. نعم مختار، فيما يتعلق بجهود السلطه المحليه التي تعتبر ركيزه اساسيه لتطبيع الاوضاع، تاهيل المدن، ترتيبها حتى على المستوى الامني، معنا محافظة تعز، معنا محافظة إب، ربما هاتين المحافظتين الكل ينتظر أن يتم تحريرهما خلال الأيام القادمة، وبإذن الله تعالى يفرح الجميع بتحرر هاتين المحافظتين، لكن إلى الآن مختار لم يتم تعيين محافظين لهاتين المحافظتين رغم أهمية الأمر وخصوصا بما يتعلق بالسلطة المحلية، باعتقادك لماذا؟ نعم، بالنسبة لإصدار القرارات هي في الفترة الماضية بعد أن سيطرت الميليشيات الحوثية، كانت الجميع يعرف أن سلطة الدولة كانت خارج اليمن ولم يكن لدى الدولة سلطة في الداخل، بالتالي كانت هناك بعض القرارات التحفيزية للبدء بعملية المقاومة كمحافظة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى، ولكن نؤكد للجميع أنه بعد هذه الأخبار وبعد أن وصلت الانتصارات إلى معظم المحافظات في اليمن سيتم تغيير قيادات السلطة المحلية في المحافظات سواء في إب وفي تعز وفي كل المناطق التي ستتحرر، وسيكون كل وسيتم إصدار قرارات تعتقد مختار بعد تحررها سيتم التعيين أم هناك ربما ننتظر قرارات قريبة؟ بالنسبة للقرارات أنا لا أستبعد أن يتم إصدار قرارات، ولكن أعتقد أنها ستتواكد مع التحرير ومع الانتصارات التي تحققها المقاومة، ولا اعتقد انها ستكون عقبه امام الانتصار وامام المقاومه في ان يتم التعيين او غير ذلك، ولكن اعتقد ان القرارات ستتواكب مع الانتصارات ومع التحرير سواء في تعز او في إب، ونحن نلحظ ساعات فاصله من تاريخ هذه المحافظات في إب وفي تعز، وانا اعتقد انه لو انكسرت الميليشيات الحوثيه في تعز فان الموضوع سيكون سهلا بالنسبه لمحافظه إب، وكما دخلوها بخمسه اطقم حوثيه فإنهم سيهربون، بل أنهم قد هربوا ولم يتبقى إلا بعض المتحوّجين الذين ما زالوا يتشددون في محافظة إب. أما بالنسبة لتعز فالمقاومة إن شاء الله سيتم دعمها، والسهم الذهبي سينطلق إلى محافظة تعز وستنتصر محافظة تعز ومحافظة إب، والباقي أعتقد أنها مجرد تفاصيل بالنسبة للميليشيات الحوثية، هم منكسرون، هم يعيشون أسوأ لحظات أيامهم منذ أن عرفناهم بعد أن كانوا يعني يستخدمون الدكتاتورية والإرهاب أمام الآخرين، هم اليوم يفرون وهم الآن متواجدين في القيافي وفي الجبال وفي الأودية، والنصر إن شاء الله قريب وحليتنا بإذن الله. بإذن الله تعالى. السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، سنخرج وإياكم إلى فاصل قصير، نعود من بعده لاستكمال حوارنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عدنا إليكم في برنامج مستقبل الوطن لنناقش من خلاله ترتيبات الرئاسة والحكومة وجهود السلطة المحلية لعودة مؤسسات الدولة وكذلك مستجدات الأوضاع. هنا أجدد الترحيب بالأستاذ أنيس منصور الصحفي، أهلا أستاذ أنيس. أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بمعالي الوزير وزير الخارجية اليمني الدكتور رياض ياسين، أهلا وسهلا دكتور رياض. دكتور رياض أنت معنا؟ تسمعني يا دكتور؟ أسمعك، خلتني على الخط وقد خفرت. كنا في فاصل قصير، عدنا إليك يا دكتور. فيما يتعلق أولا نرحب فيك في برنامج مستقبل الوطن، هذا البرنامج الذي شرفتنا فيه أكثر من مرة، وقبل انقلاب الحوثي وأثناء انقلاب الحوثيين وصالح
واليوم لأول مرة تدخل معنا من استديوهاتنا في الرياض، فتحية لك دكتور رياض. فيما يتعلق بجهود التحالف في إعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتأهيلها، حدثنا ابتداء عن هذا الموضوع. أعتقد هذا موضوع مهم جدا، يفترض أن الآن من جميع القيادات اليمنية أن تهتم به، أولا لأن كمية وحجم الدمار التي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح مأهولة كبيرة جدا وغير متوقعة في الحقيقة. كل من زار عدن أو تعز أو بقية مناطق اليمن يدرك مدى الحقد والجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح. أعتقد أن هناك الآن برامج وخطط ستبدأ إن شاء الله قريبا قيد التنفيذ في أسرع وقت ممكن في كيفية إعادة الحياة أولا شيء إلى طبيعتها من خلال الخدمات الأولية مثل المياه والكهرباء والنظافة وإعادة إعمار بعض الطرقات الأساسية، إعادة إعمار المنشآت الحيوية، المستشفيات، المدارس. هناك أمور كثيرة تم تدميرها، وأعتقد الآن الأولوية السريعة في أن نعمل معا جميعا من أجل إعادتها. ثم تأتي مرحلة وضع برنامج تنموي حقيقي يصب في مصلحة المواطن. هذه كلها أيضا يقوم بها التحالف العربي؟ هذه التحالف العربي سيكون هو الشريك الأساسي لذلك، لكن أعتقد أنه اليمنيين القوى الوطنية اليمنية الخيرة هي التي يجب أن تأخذ زمام المبادرة في هذا المكان. سيساعدنا دول التحالف تساعدنا في عملية التمويل، في عملية جلب المعدات الأساسية، في أمور كثيرة، لكن أعتقد أنه على اليمنيين أن يتركوا المأساة التي خلقتها ميليشيات الحوثي وينظروا للأمام ونقل الصفحة بسرعة حتى نستطيع أن تعود الحياة إلى طبيعتها. معالي وزير الخارجية، دعني أستغل وجودك أيضا معي في برنامج مستقبل وطن لتحدث على ما يتم تناوله إعلاميا من حديث عن مبادرة أو حتى ممكن تسميها تسريبات عن مبادرة أو حوار يرعاه المبعوث الأممي ولد الشيخ مع في لقائه مع وفد الحوثيين في عمان، مسقط عمان. ماذا تعلق على هذا الأمر؟ أولا أحب أن أؤكد لكم بأنه لا يوجد شيء اسمه مبادرة جديدة أو مبادرة عمانية أو مصرية أو من بعض الأشخاص. كل ما هو حاصل فهو واضح، هناك قرار من الأمم المتحدة رقم 2216 والذي لديه سبع نقاط أساسية واضحة. هناك آلية تنفيذية قدمناها كحكومة شرعية وشرعية، وهذه هي التي يمكن أن يكون هناك أي حوار أو مشاورات حولها. ليست هناك أي مبادرة جديدة، ولا يستطيع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أن يختلق مبادرة أن تكون ينظر إليها كأنها التفاف حول القرار. لا يستطيع أيضا بحكم كونه موظف أممي في الأخير إلا أن يعمل تحت مظلة هذا القرار المهم والذي جاء بإجماع من كل مجلس الأمن، وهذه سابقة تاريخية أن يتم هذا الإجماع عليه. فأعتقد أنه الصورة الآن واضحة، هناك ميليشيات انقلبت وسببت كل هذا الدمار، واضح هناك قرار أممي واضح. ما يحاول ميليشيات الحوثي وصالح من إثارة بعض البلبلات أو التشكيكات الإعلامية أو الإيحاء لأن هناك مشاورات، هذا كيف تقرأ معالي الوزير دكتور رياض، كيف تقرأ زيارة أو خروج وفد من الحوثيين إلى عمان
من الحوثيين وصالح طبعا إلى عمان والتقائهم بولد الشيخ هناك. هذه ليست أول مرة يخرجون فيها، لقد خرجوا إلى سلطنة عمان يمكن أكثر من 3 مرات، وذهبوا إلى موسكو وذهبوا إلى مصر. هذه مسألة طبعا هم في الطريق إلى الهروب ومحاولة إطالة الوقت، هو لعب في الوقت الضايع كما يقولون، ليست بذات أهمية. هل هناك تفاوضات مثلا من أجل مغادرة آمنة، من أجل انسحاب شيء من هذا القبيل، أو حصانة أو نحو ذلك؟ لا، أولا ما فيش حاجة حصانة، من يعطي حصانة لمن؟ وهناك قرار كما قلت بإدانة علي عبد الله صالح والحوثي، هناك الحصانة التي أعطيت لعبد الصالح انتهت زمان، لأنها حصانة منحت من قبل البرلمان اليمني، ليس هناك أي حصانة، ولا يستطيع، ليس هناك في القانون الدولي أي جهة تستطيع أن تمنح أي حصانة لأي شخص، ولا توجد أي شيء مقصود فيه حصانة أو مناعة ضد المحاكمات أو المحاسبات لمن ارتكبوا كل هذه الجرائم بحق اليمن. هذا جانب. الجانب الثاني، ما لم يستطع الحوثيون أن يقدموه سابقا. معك، تفضل أكمل. ما لم يستطع الحوثيون أن يقدموه سابقا، إذا كان عندما كانوا يسيطروا على عدن وعلى بقية مناطق الجنوب وعلى بقية مناطق اليمن وكانوا في قوتهم، لم يستطيعوا أن يقدموها اليوم. اليوم أي ادعاء من قبلهم بأنهم ينسحبون هو ادعاء غير صحيح وادعاء كاذب، لأنه بعد ما تمت هذه الانتصارات للجيش الوطني والمقاومة الشعبية واستمرار المقاومة في تعز، استمرار المقاومة في مأرب وفي البيضاء وفي بقية مناطق اليمن كلها، دليل على أنهم لم ينجحوا أيضا في مشروعهم الذي أرادوه. كان هناك دكتور أيضا تصريح لوزير الخارجية السعودي أشار فيه إلى أن الحل في اليمن سياسي وأن الحوثيون جزء من الشعب اليمني، كيف تقرأ هذا التصريح؟ نحن نقرأه بشكل، ونحن نكرر أيضا نفس الكلام، نقول أن الحل في الأخير كما كان قبل 21 سبتمبر حل سياسي، سياسي من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة بمعنى. نعم بالضبط، من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، من خلال العودة إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني، من خلال تنفيذ بقية الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، من خلال أن يكون لكل حزب أو مكون أو فصيل دوره في الحياة السياسية في اليمن. الحياة السياسية في اليمن لا تعني المناصفة ما بين الشعب اليمني كله الذي يشكل الغالبية العظمى أكثر من 95%، وما بين الميليشيات الحوثي وصالح التي هي أقل من 3%. لا يمكن أن تكون هذه الحياة أو هذه المعادلة السياسية هي الصحيحة. نحن نتكلم عن أن حل سياسي واقعي يمكن أن يعيش إلى الأبد، وليس حل سياسي من قبل قوة صغيرة تستغل امتلاكها للسلاح واستخدامها للعنف لأن تفرض ما تريد على الآخرين. المفاوضات التي يحكى عنها أو تدار خلف الكواليس كما يقال، ليست مفاوضات على الأقل بين الحكومة الشرعية وإنما ربما وفود للحوثيين وبعض الدول، تأتي في هذا الإطار؟ نعم، هي مجرد يعني مشاورات ما بين الحوثيين، ما بين يمكن المبعوث الأممي، ما بين بعض الشخصيات التي ليس لها دور في المرحلة الحالية، كانت لها أدوار سابقة في مراحل تاريخية سابقة، ولا كانت لها كثير من الحماقات التي ارتكبتها، لأن أعتقد هناك اصطفاف واضح من الشعب اليمني مع الشرعية
ومع أن تكون الدولة والشرعية هي المظلة لجميع اليمنيين. ثم في إطارها عندما يستتب الأمر ويعود الاستقرار إلى اليمن يمكن الدخول في عملية سياسية لا تستثني أحد ولا تقصي أحد، وتكون قائمة على عدم استخدام العنف والسلاح أو الاستقوى به. طيب سؤال الأخير أو قبل الأخير دكتور رياض، فيما يتعلق باستمرار العمليات العسكرية في داخل البلاد واستعادة المحافظات من أيدي الميليشيات، تعتقد أن المسألة ستستمر خلال الأيام والأسابيع القادمة حتى استكمال مشروع استعادة الدولة؟ إن شاء الله بالتأكيد ستستمر. طبعا الآن الوضع كل يوم أفضل لصالح الشرعية ولصالح المقاومة الوطنية والجيش الوطني، كل يوم هناك انتصارات متتالية. أيضا من المتوقع أيضا تصير انتفاضات في بعض المناطق التي لم تتحرك فيها القوى الشعبية، بالتأكيد ستدرك أن من واجبها الآن أن تشكل قوات مقاومة حتى تلتحم مع المقاومة الشعبية والانتصارات، لأن اليمن وطن للجميع وكل إنسان يمني يفترض فيه أن يلعب دورا في التخلص من ميليشيات الحوثي والفارس. طبعا السؤال الأخير فيما يتعلق بحديث ربما عن وقف إطلاق النار ونشر مراقبين، البعض يتكلم على مراقبين عرب والبعض يتكلم على مراقبين دوليين، إلى أي مدى هذا الأمر ممكن يكون واقعي؟ هذا الموضوع الآن ليس وقت نقاشه، لم الآن يعني أولا نحن نتعامل على أساس أن هناك واقع مفروض على الأرض، بحيث للأسف ما نتعامل معهم ميليشيات يضربون بشكل عشوائي وليس لديهم مناطق محددة، حتى المناطق التي يتواجدون فيها هم مرفوضين منها ولا توجد لديهم لا حاضنة اجتماعية ولا حاضنة سياسية ولا أي حاضنة من أي نوع. فمسألة إيجاد مراقبين في هذه المرحلة أعتقد بعيد وليس عملي في الوقت الحاضر، ولكن إذا استدعى الأمر مستقبلا لظروف معينة فيمكن حينها النقاش الموضوع هذا. الدكتور رياض ياسين معالي وزير الخارجية اليمني، شكرا جزيلا لك. عفوا. إذن مشاهدين الكرام سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود ونستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام، بقوا معنا. مرحبا بكم عودة إلى حوارنا، ونجدد الترحيب بالصحفي أنيس منصور وقد انتظر معنا طويلا، تحية لك أستاذ أنيس وأهلا وسهلا فيك. لو تعلق أيضا على يعني مواضيع كثيرة تحدثنا فيها ومن أهمها المحافظات التي يتم استعادتها الآن وجاري التحرير لها وتحتاج إلى محافظين، لأهمية تعيين المحافظين وأهمية دور السلطة المحلية في المحافظات، ما الذي يؤخر مثل هذا الأمر؟ طبعا اليوم لا أعتقد أن العمل هو دور للسلطة المحلية، أعتقد أن اليوم نحن بحاجة إلى قيادات عسكرية أفضل من أن نتحدث عن حاجة اسمها محلية. نحن بحاجة إلى أن تتحول المقاومة إلى لجان شعبية من أجل استتاب الأمن والسيطرة وغيرها. الحديث عن سلطة محلية هو حديث عن دولة، نحن في مرحلة نحن لسه باستعادة الدولة. نحن الآن في مرحلة، ولو توقفنا قليلا عند هذه النقطة أستاذ أنيس فيما يتعلق باللجان الأمنية، ممكن تكون اللجان الأمنية حتى ينتهي مسمى اللجان الأمنية وتصبح قوات أمنية أو قوات جيش أو قوات شرطة، لكن هذا كله سيتركز على الجانب الأمني،
ماذا عن جانب الخدمي؟ ماذا عن تقديم خدمات للناس؟ وماذا أيضا عن معالجة الأضرار وإعادة تأهيل المحافظات لعودة الشرعية؟ هذا هو الآن العمل الذي يحصل حاليا، وصول السفن، وصول الإمداد، تحركات الدبلوماسية، تحركات الوزراء، التحركات العسكرية، وصول كل هذا يندرج الآن ضمن هذا الإطار، ضمن هذا الجواب على سؤالك. يعني وجود الوزراء سيستقبلها؟ نعم، عفوا عن المقاطعة، من الذي سيستقبل هذه المعونات؟ من الذي أيضا سيستقبل هذه المعونات باعتقادك؟ هناك مجالس عسكرية هي الآن من تدير شؤون كثير من المحافظات. على سبيل الآن المجلس العسكري الذي في تعز هو من يدير، يعني هو من سيتسلم عملية بعد تطهير ما تبقى من الفلول ومن بعض الجيوب، هو الذي سيتسلم ولو مؤقتا. الكل يبحث عن الدولة الآن، ولو حبوا عن الركب بأي طريقة كانت، الناس ملت، يعني أكثر من 125 يوما إلى اليوم، والوضع يزداد سوءا ويزداد ألما ويزداد قهرا، ونحن بحاجة إلى إعادة الدولة. المعونات الآن تستلم يعني من قبل مؤسسات مجتمع مدني، تستلم من قبل قيادات في الدولة، لكن أنا أقول لك هذه القيادات الآن تعمل بكل جهدها. العملية ليست لا تريد حصص سحرية يعني مباشرة. ما الذي يمنع إصدار قرارات محافظين لبعض المحافظة؟ يعني ما الذي يمنع من قرارات مثل هذه؟ مثل ماذا تقصد؟ مثل أي محافظة؟ مثل إب وتعز مثلاً، محافظة. أنا أقول لك محافظة إب ما زالت بيد الحوثيين، وما زالت الآن مديرية التي تطهرت، لم تطهر أصلاً محافظة إب حتى يتم الإعلان عن لكن محافظة ذمار، وهي محافظة قريبة جداً أو شبيهة جداً بمحافظة إب، تم إصدار قرار بتعيين محافظ لها. في محافظة ذمار لم تكن هناك أيضاً اشتباكات أو مقاومة أو شيء، كلما الطابع القبلي والطابع الديمغرافي يتغير عن محافظة إلى محافظة أخرى. هذا الذي حاصل. يعني نحن نقول لك موضوع، يعني أحيانا ربما تغيير محافظ سيسبب مشكلة وسيؤخر دور المقاومة، وربما يشتت جهودها في وقت نحن بحاجة إلى مرحلة التفاف، ونحن بحاجة إلى مرحلة الجميع أن يصطف حول المقاومة أولا، وبعد ذلك لكل حدث حديث. يمكن من هذه الناحية، لكن أيضا في إطار المحافظات المتحررة، مثلا أنت تعرف حجم الأضرار في الضالع، في لحج، في أبين، من خلال متابعتك أيضا واستقرائك واتصالاتك، كيف تجري الأمور هناك؟ طبعا أخي مختار، دعني أضعك على موضوع مهم جدا، بل وأنا أدعو قناة سهيل بحكم متابعتها وبحكم وجودها شعبيا أن تركز عليه ولو أكثر، وهو موضوع الألغام. هذا الذي يدور. قبل أن أجاوبك على سؤالك ماذا يدور، لأنه ما يدور من الشبكات والمعارك قد في إسهاب لوسائل إعلام كثيرة جدا تناولتها، لكن الشيء المهم جدا اليوم، على سبيل المثال يوم أمس أسرتان توفتا أو استشهدوا بسبب لغم من الألغام التي زرعت حتى على مستوى البيوت. الحوثيين اليوم يمارسون البطش والهمجية، بعد ذلك حتى تركوا لنا أثر الآن، زرعت ألغام على وادي عقال، على وادي منطقة الشريقة، على منطقة كرش، حتى الآن وصولا إلى منطقة الرادي، الجماعة جالسين عاملين حقولا من الألغام. اليوم استشهد ثلاثة من أشقائنا وإخواننا من الإمارات بسبب لغم زرع على يعني من منطقة العلم حتى منطقة زنجبار. يعني يوميا، ونحن الآن بدأنا نسمع حوادث الألغام التي هي حوادث جديدة عادت إلى المشهد بعد أن كانت عمليات اشتباكات أو عملية قصف بالكاتيوشا أو بالهاولات. اليوم الألغام هي من تحصد الناس، وهذه الألغام لن تنتهي بسهولة ولن بسهولة. أنت تعلم أخي مختار أن الحروب الوسطى التي كانت في السبعينات ما زلنا من حين إلى آخر نحن نسمع عن انفجار لغم حياة الألغام بحد ذاتها. أستاذ أنيس، الألغام بحد ذاتها محرمة، خصوصا الألغام ضد الأفراد محرمة دوليا وممنوعة، وبالتالي هذه واحدة من الجرائم التي تنضاف إليها. كيف يمكن للحكومة أن تستفيد من هذه النقطة في محاكمة الميليشيات؟ أخي الميليشيات لا تحتاج إلى محاكمة، وإنما تحتاج إلى إبادة حتى تنتهي، لأن مسألة المحاكمة والدولية نحن قد خلاص استنفدنا طاقتنا في الحديث الدولي. لدينا قرار أممي، نرى الأمم المتحدة تتلاعب به، نرى الأمم المتحدة تبحث عن عمليات سياسية وتسوية سياسية لإنقاذهم. عزيزي، موضوع الحديث عن
المنظمات على المؤسسات نحن قد تجاوزناه. اليوم لو خضعنا لمساله التجاوزات لما والمنظمات لاصبح الحوثيين ما زالوا مسيطرين على العدد، لكنها جرائم لا تنتهي بالتقادم، لا تسقط بالتقادم. نعم جرائم لا تسقط، فجرائم الحوثيين في لفات ليس لها نهايه، لا نستطيع ان نستعرضها بكلام. الحوثي اجرم 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 في حق الانسانيه، في حق الضمير، في حق الوطن، في حق الشعب، في حق الشرعيه، في حق كل شيء، ما من صغيره ولا كبيره موجوده داخل هذا الوطن الا واجرم فيها الحوثيين. راينا اخي مشاهد الاطفال الذي يتم تقديمهم، راينا الان حقول الالغام التي تنفجر من حين الى اخر والتي يزرعها ليريد ان عشرات السنين يظل اليمنيين يدفعون ثمن هذا الكلام، ثمن يعني ثمن غطرسة واستبداد وهمجية الحوثي. نحن أمام مأساة كبيرة جدا هؤلاء، وبالتالي لا تسمح يعني الحديث عن منظمات، أنا أقول لك الحديث عن مؤسسات عن كذا، المنظمات تبحث لك إذا تزوجت فتاة تحت سن 18 سنة تقيم الدنيا ولا تفقدها، لكن أن تموت أكثر من 23 فتاة بقصف أشواء بقصف همجي لكاتيوشا الحوثي، فأن ذلك لا يعنيها. دعنا أن نضع مقارنة، موضوع تجاوز الموضوع، الأمم المتحدة كانت تقدم المعونات إلى ميناء الحديدة ثم تتحول إلى مجهود حربي. عن أي منظمات أخي مختار، عن أي مؤسسات ما لم يكن هناك إرادة شعبية، إرادة قوية، إرادة سياسية بالالتفاف حول التحالف، دعم الشرعية تنفيذ قرار مجلس الأمن، الوصول التعامل مع هؤلاء الحوثيين ليس من باب التسويات والترقيع حتى نظل في مرحلة اللف والدوران التي ندفع فيها ثمن. نحن بحاجة إلى أن تستأصل هذه الجماعة من جذرها حتى تستلم، ما لم فإننا سنظل ندور كلما هدأت وكلما خمدت ستعود من جديد، ونحن نبحث عن تسويات سياسية. يا هؤلاء لو تقرأ التاريخ ستعرف أن هؤلاء لا ينفع معهم إلا القوة، ولا ينفع معهم إلا الاستئصال، لأنها سرطان، والسرطان عمره ما كان له دواء إلا القطع والبتر. لكن البعض طبعا يتحدث على أن هناك إمكانية لتطبيق القرار، قرار الأمم المتحدة المتعلق بانسحاب الحوثيين من المحافظات وتسليم الأسلحة وإلى غير ذلك وبقائهم على المشهد السياسي. حتى الحوثيين لا يؤمنون بالسياسة، بقائهم في المشهد السياسي لن يفيد شيئا. هذه الجرائم لا تسقط حتى رغم هذه الأشياء؟ هذه الجرائم لا تسقط بالتقدم هذه إذا كانت لديك دولة، وإذا كان لديك منظمات تتكئ عليها حقيقية. ستأتي الدولة أقصد، حتى إذا لم تأتي نحن اليوم ستأتي بعد سنتين الدولة. خمس سنوات عشر سنوات هذه الجرائم فعلا لن تسقط في التقدم. لو انتهينا وأنهينا حوارنا فيما يتعلق بموضوعنا الترتيبات الرئاسة والحكومة، جهود السلطات المحلية لعودة مؤسسات الدولة، على هذا الجهد المكثف والحجم الكبير من الدمار، تعتقد أن هناك عودة قريبة للشرعية وللرئاسة بشكل عام، الرئاسة والحكومة؟ نعم عودة الشرعية لم تكن سوى قريبة، إنما هي قد بدأت الآن تباشيرها، وما تواصلك الآن قبل قليل مع وزير من الداخل ووصول نائب رئيس الجمهورية والتحركات التي تتم هي أيضا تأتي لتطبيع الشرعية، وجود هناك قيادات عسكرية وقيادات محلية تأتي في هذا تندرج ضمن هذا الإطار. أخي مختار، وربما إنما هي إلا أيام وأنت ستكون موجود في استوديو أيضا من الداخل ونتحاور كما كنا نتحاور، الأمور تبشر بخير والدنيا إن شاء الله وهؤلاء إلى زوال وإلى فناء، ويعني في الأخير الله عز وجل سيحق الحق ويبطل الباطل، كما سقط وكما ارتفع كما انقلب هؤلاء بسرعة فإنهم سيسقطون إلى بسرعة. نحن نرى الآن كيف بدأت عملية الهزائم تتكرر قبل أن تكون هزيمة على الأرض، هي هزيمة نفسية، حالة الإرباك، القلق، البحث عن مخرج. علي عبد الله صالح الذي كان يتحدث أنه سيقود دولة وسيعيد دولة، ها هو الآن يبحث عن أمان له ولأسرته، وكذلك عبد الملك الحوثي هم يبحثون عن أمان لهم ولعوائلهم بقدر ما ضحوا بهؤلاء الشعب والمقرر بهم من قياد من شخصيات تابعة محسوبة على المؤتمر الشعبي العام. الأمور ستعود وما كنا نعتقد أن هؤلاء سيتلقون هذا الدرس القاسي والذي ما زال مستمرا بإذن الله تعالى، والعودة قريبة بإذن الله. تحية لك الصحفي أنيس منصور، كنت معنا وحدثنا في برنامج مستقبل الوطن في حلقة هذا اليوم، شكرا جزيلا لك. لكم مشاهدين الكرام كل التحية في أمان الله.